احنا جايين نحتفل ونحتفي بصديقتنا لانه بكره هتعمل ايفنت ثقافات بلا حدود، وهيبقى في اوسكار لرائدات الوطن العربي. ايوه يعني رائدات الوطن العربي بكره ان شاء الله هيتكرموا، وانا هسيب الكلمه للمطرب والنجم الكبير حبيبي وصديقي سامح يسري، هو عارف اكتر الايفنت كمان عشان يحتفي بيها. بشكر النجمه الكبيره. أيوة. والجميله والاعلاميه والمؤلفه والاديبه، بجد طاقه غير عاديه النجمه الكبيره مادلين طبر. والحقيقه انا سعيد جدا ان انا هشارك في جمعيه بتدي من قلبها لكل الوطن العربي، الاسره والطفل، جمعيه ثقافات بلا حدود. نو بوردرز يعني ما فيش حدود، بس احنا بالرقي وبالفن وبسحر القوى الناعمه بنعمل حدود للقلوب، وبنلمها كلها مع بعض وبنبص نشوف المراه بتقدم ايه. المراه نعيمه بدوي وعامله اوسكار الرائدات، وهي الوحيده اللي تتكلم عن اوسكار الرائدات. قربي يا نعيمه وقولي لهم هتعملي ايه. ان شاء الله اوسكار رائدات سيجمع باقه من سيدات العالم العربي من جميع المجالات السياسيه اقتصاديه فنيه ثقافيه، وان شاء الله حتكون مفاجات كثيره. مبروك بالنجاح للجميع، واهلا بكم معنا في جمعيه ثقافات بلا حدود. نو بوردرز خلاص. يس.